يا مريم البكر فوقتي الشمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء سرى وكل نجم بأفلاك السماء سرى. خبر المستمعين انه لهلا مش عم بتصدق انه هاي الغنيه بصوتي. منك فكره لا كلمات ولا الحان مين ولا وين مغنيتيها حتى؟ لا هيدي عن جد الغنيه كانت مفاجاه لإلي. انا اخر مهرجان بفتكر بيت الدين كان في غنيه سجلتها بليله وحده بفتكر منهم هيدي يمكن، بس كيف نسيتها ماني عارفه انا انه هاي الغنيه لإلي. يعني هلا لو سمعتها انا كنت راح اقول هالصوت مش بصوتي، ما عارفه انه عندي اياها. أنا بشكركم اليوم على المفاجأة كتير حلوة وحبيت هالغنية بشكل مش معقول. يلا هلأ صار عندي غنية، صار عندي غنية كادو منكم اليوم. تركوني أهلي بهالليل، تركوني وراحوا، لا أنا ارتحت بسفر الليل ولا هن ارتاحوا. قلتلن خلوا للخيل، أخدوا الخيل وراحوا، تركوني وحدي بهالليل، تركوني وراحوا. تعرف يا أمار؟ تعرف يا أمار أستاذ سليمان مهبي بيعمل إياها بالمهرجان بيت الدين مدينة الفرع. تعرف يا أمارنا نحن زغار، ما حدا أمرنا غيرك يا أمر يا أمر، يا مليالي ليالي تتلفت شعنا، فيات الدوالي تقعد تسهر معنا، يا مليالي ليالي تتلفت شعنا، فيات الدوالي تقعد تسهر معنا، تسمعنا شو عم نحكي ما تقبل منا نشكي، وتتوجع لما نبكي تسأل شو الخبر. تعرف يا أمرنا نحن عن صغار، ما حدا أمرنا